السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جماعة الأرنبة الهاي بلس يا شباب ولدت، بس حصل عندها مشكلة في الخلفات، لأن الأرنبة بكري أول مرة تولد. شوف معانا الفيديو، شوف هنتصرف مع الأرنبة إزاي ونعمل إيه مع عيالها، بس كمل الفيديو معانا للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين. اخواتي وحبايبي الكرام، من جد لقاءنا معاكم من قناة تربية الأرانب مع أبو نرمين. متنساش انزل تحت على طول سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا. أرنبة الهاي بلس البكرية ولدت، بس قدر الله ما شاء فعل حصل مشكلة في الخلفات بتاعتها. الحمد لله احنا راضيين بقضاء الله. يلا بينا يا جماعه نشوف الارنبه حصل معاها ايه عشان ما نطولش عليكم، ونقول لكم هنتصرف مع الخلفه ازاي ونتصرف مع الام ازاي بعد الولاده. يلا بينا. بعدين كده يا جماعه ديت الام البكريه، ديت ام هاي بلس ان شاء الله اول مره تولد، حاجه ما شاء الله محترمه جدا يا شباب. تمام، في ناس بتقول عليها كاليفورنيا وناس بتقول عليها بلس، بس هي اساسا بلس. تمام يا شباب، حاجه ما شاء الله محترمه جدا، متقامه الودان والاربع رجلين والانف والديل رصاص او اسود. ماشي، دي متلقحها يا شباب يوم 13/12 تلقيح اجباري. ارنبه بكريه كانت محمره، وكل ما احط لها الدكوره ما ترضاش ترفع على الدكوره، فلقحتها تلقيح اجباري. هي كانت محمره، فبعد ما اتلقحت اجباري بفضل الله ماشي قبلت التلقيح، والحمد لله طلعت عشار. طلعت ايه؟ طلعت يا جماعه عشار ما شاء الله. دي الاميات حاجه ما شاء الله محترمه جدا، بس حصل مشكله في الخلفات. النهارده يا جماعه 14، انا والده بالظبط على 31 يوم، 31 يوم يا شباب، بس يعني ما فيش نصيب في الخلفه بتاعتها انها تطلع حيه كلها. والده 6 ارانب، ادي 3 وادي 3 ارانب لا قدر الله، قدر الله ما شاء فعل، يعني متوفيين. تمام يا شباب، اهمت وادي الخلفه اللي هم الثلاثه اللي هم اللي فضلوا صاحيين. تعرف بقى ازاي يا ابو نرمين؟ يعني واحد قال لي ازاي يا ابو نرمين اعرف ان الارانب ديت مرضعه او رضعه؟ بتلاقي بطن الارنب الصغير زي ما انت شايف كده يا حبيبي مليانه لبن، زي ما انت شايف كده اهو، شايفين عامل ازاي؟ بطن الارنب مليانه لبن، ده تعرف ان الارنب ده راضع اهو، شايفين عامل ازاي يا شباب؟ بطنه عامله ازاي؟ اهي كده تعرف ان الارنب ده يا جماعه راضع اهو. شوفنا يا شباب بقى كده الارنب ده راضع، ماشي اهو ده الارنب راضع. طب نجيب غيره نشوف راضع برضه ولا لا. هنجيب برضه الارنب الباقي برضه نفس الطريقه ونفس الفيلم. بطن الارنب ليه من فوق منفوخه ازاي يا شباب؟ اهي ده برضه تعرف ان الارنب راضع اهو، اهو يا شباب شايفين اهو بطنه عامله كده تعرف انه راضع. طب لو الجلد مكرمش بقى والبطن ليه صافيه كده متطبقه، تمام، تعرف ان الارنب ده مش راضع. برضه نجيب الارنب الثاني اهو نفس الطريقة، شايفين يا جماعة؟ شايفين الجسم من هنا عامل ازاي ومن هنا عامل ازاي؟ شايفين يا شباب؟ برضو ركزوا برضو عشان خاطر ايه؟ الأسئلة الكتيرة اللي بتبقى يعني اتكلمنا فيها كتير قبل كده مرارا وتكرارا. ومع اهو شايفين يا جماعة البطن عاملة ازاي؟ اهي. فدي الأم دي يا جماعة مرضعة، طب ده حاجة كويس، أم بكرية رضعت تمام، مفيش أي مشكلة خالص، بس هي المشكلة إن هي اتعصرت في الولادة. تمام يا شباب؟ هي والدة بالليل وأنا صباح الصبح لقيتها ايه؟ لقيتها والدة. ماشي، ولدت بالليل اتعصرت في الولاده ونزل منها ايه؟ التلات اجنه دولت متوفيين زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو، واحجام كبيره ما شاء الله. يعني شوف الارنب يا جماعه حجمه طول ايه؟ الارنب حجمه قد ايه يا جماعه؟ انا بقى ما زعلنيش الا الارنب ده. ده اللي انا زعلت عليه بصراحه. ليه؟ الارنب ده يا شباب واخد، وده برضه شوف الارنب يا جماعه طول ايه يا شباب؟ الارنب نزل طول ايه؟ يعني شوف، يعني شوف مثلا لو احط مثلا في كفه ايدي، ماسك من اول هنا لحد هنا. ارنب كبير حجمه ما شاء الله، اتعصرت فيهم يا جماعه في الولاده وهي بتولدهم، فما فيش نصيب فيهم، قدر الله ما شاء فعل يا شباب. تمام، ده يتشال. ده بقى اللي زعلني ليه؟ الارنب ده يا جماعه واخد شغل الارنب البابي من الخط في النص، الثلاث نقط اربع الثلاث نقط اللي في الجنب هنا والثلاث نقط في الجنب هنا، تمام، واخد شبه الارنب البابيون اللي هو البيور. تمام، والديل يا شباب يا جماعه اهو،
اللي هو شبه ابوه، اللي هو ابوه ده كده شبه. يا جماعه الاب ده شباب ان شاء الله، شايفين الاب ده كده يا جماعه، شبه الارنب. ايه الارنب ده؟ اللي هو معنى اصح الاب ده شباب، تمام. ده ارنب واخد مواصفات يعني الشكل بتاع الارنب البابيون البيور. اهو يا شباب اللي هو البابيون الفرنسي البيور، شايفين يا شباب اهو الوش الفراشه ماشي اهيت، والودان والخط الاسمر ايه اللي في النص، والثلاث اربع نقط اللي موجودين فين؟ في الجناب ماشي يا شباب تمام. شوف الارنب طلع فين؟ هاتي كده كده الارنب سهانه طلع فين؟ تعال انزل 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 ماشي يا جماعه. فطبعا دولت هيتشالوا اهمت، هنا يا شباب الارانب اللي هي ايه اللي بمعنى اصح لازم انت تفحص الخلفات وتفحص الارانب الموجوده المولده الباقيه عشان تعرف لو فيهم حاجه مثلا ضعيفه تظبط حالك، تعرف الرضاعه شغل رضاعه ولا لا. اقول لكم بقى الارنب المشاهد يا جماعه بقى عباره عن ايه. شايف البطن دي كده عامله ازاي؟ البطن عامله ازاي؟ فاضيه ايه؟ تمام فاضيه ايه؟ ده ما رضعش، ده ايه؟ ما رضعش، فاضيه يا شباب تمام اهي. فالارنب اللي رضعت البطن ده منفوخه ومكلكعه وشده كده. فانت انت كمربي مبتدئ مثلا ما عندكش خلفيه لسه عن الارانب، واحد يرن عليه يقول له الحاج يا ابو نرمين، الحاج يا ابو نرمين، اقول له مالك يا حبيبي؟ يقول لي الارانب اللي عنده الصغار اللي بترضع منفوخه عندها انتفاخ. اقول له ازاي يا جدع؟ يقول لي يا ابو النبي والله عندها انتفاخ. عندها انتفاخ ازاي يا حبيب قلبي؟ ده لسه الارانب لسه ما بترضع، ده كتر اللبن. يقول لي لا ده عندها انتفاخ بطنها مش دايره كده، ده كتر لبن. الام بتاعتهم رضعتهم لبن كويس، ارنب شرب من امه شبع لبن بطنه اتنفخت. اقول له عنده، تقول له عنده اربع خمس ايام وعنده انتفاخ يا ابو النبي، اربع خمس ايام وانتفاخ. يا عم ده لبن، ده لبن زي ما تشوف كده اهو، ده لسه مولود النهارده اهو، ده لسه مولود يعتبر الليله يعني الليله اللي فاتت دي ما كملش يوم اهو يا جماعه. شايفين ده البطن عامل ازاي اهي؟ منفوخ اهي، ويقول لي انتفاخ. ما هي ما البطن منفوخ اهي. هو بص ده بيقول لك اه شوف اتك على كده تلاقيها جامده ناشفه من كتر اللبن اللي فيه تمام. ويقول لي يقول لي الحاجه اربع عندها انتفاخ. انتفاخ ايه يا حبيبي؟ انتفاخ ايه؟ ده لبن، ده رضاعه، دي لبن وده رضاعه تمام. فالحمد لله على كل شيء. طبعا بقى واحد يقول لي بقى طب دلوقتي معاها يا ابو نرمين ثلاث ارانب تتلقح امتى؟ تتلقح امتى؟ لا ممكن تلقح على اليوم الثالث يا جماعه او اليوم الرابع. تلقح مثلا في اليوم الثالث ممكن تحطها تلقحها، او لو انت عايز تريح الام ممكن تلقحها خلال اسبوع، تلقحها خلال اسبوع بعد اسبوع خلال دي كده حاجه ما شاء الله. شايفين يا جماعه الارنب عامل ازاي؟ شايفين يا شباب؟ حاجه ما شاء الله محترمه جدا، ربنا يزيده ويبارك. ده ابو الخلفه يا جماعه اللي هي ايه؟ اللي تولد الدين، يعني ابو الخلفه اللي تولد ده يا شباب ماشي. هنا عنده برضه يا جماعه براسات اهي، براسات هنا يا شباب. شوف عنده عامل ازاي؟ ودان واخد يعني مش يعتبر مواصفات الكلوروفيل ماشي. والحمد لله احنا يعني ربنا راضينا بفضل الله، وربنا يوفق الجميع. وان شاء الله برضه الارنبه برضه بما انها شباب لما تولد باذن الله برضه متلقحه يوم 14، يعني ميعادها ممكن تولد بكره ولا حاجه او النهارده بالليل ماشي. ان شاء الله برضه لما تولد هنصورها لكم فيديو وننزل لكم الفيديو على القناه. طب بقى الارانب ديت ممكن خلاص يا جماعه يدفنوا او يترموا تمام في مكان. وطبعا الخلفه دي يا شباب مهمتنا ايه كمربيين؟ ده هنا كده ابو نرمين. مهمتنا يا جماعه كمربيين ان احنا شايفين يا جماعه التبن، نبدا ان احنا بقى نلمهم نجمعهم مع بعض كده عشان يدفوا ايه بعض. احنا في شهر رطوبه كل سنه وانت الجو بارد، ونبدا ان احنا نغطي ايه الخلفات بالشعر زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. ده مهمه المربي، مهمه المربي ما يسيبش الارانب تتفرق. واحد ارنب يجي هنا وارنب يجي هنا وارنب يجي هنا، وتيجي تبص الارانب بردت ويجي يقول لها ابو نرمين الارانب كانت والده، الام كانت والده 9 وكانت والده 8 وكانت والده 10 وال سوي شد ذكرت كده كمان 9 و10 ماشي. وكل يوم بيسقط مني ارنب، كل يوم يا ابو نرمين بيسقط مني ارنب. فبيسقط منك ليه يا حبيبي؟ عشان الارنب عندك بتبرد، الارنب عندك بتبرد بسبب ان انت مهمل ما بتبصش على الارانب ما بتجمعهمش.
مع بعض تمام يا شباب، بحيث ان انت تبدا تظبط جوك. طب تعالى كده يا مدربين اقول لك على حاجه. قال يا جماعه برضع رضاعه مفتوحه، ما برضعش حبيس، انا ما برضعش حبيس. انا هنا بسقط فين؟ بسقط الولاده عشان الحديده ديت والصاج ديت الام طالعه الارنب يخبط هنا كده ما يعديش مع عمه، ما يعديش فين؟ مع عمه. في ناس تلاقيهم رافع الولاده لفوق، شوف الولاده نازله يا شباب، نازله تحت خالص ماشي، يقوم رافع الولاده فوق، الام تيجي طالعه تقوم واخده الارنب الصغير معاها وهي ايه؟ وهي طالعه يطلع على السلك بره، ممكن البرد يخليه يموت تمام؟ طب الام تاخد ايه بعد الولاده يا ابو نرمين؟ دي تاخد يا حبيب قلبي مضاد حيوي جنتا ميسن او جنتا كيور، تاخد ده ثاني يوم الولاده، تاخد تالت يوم الولاده نص سم ايهومات، تاخد 2 سم كالسيوم اليوم اللي بعد منه، تاخد 2 سم كافوزال، كافوزال ده فيتامين بي 12. وطبعا انا تحت امر الجميع يا جماعه، اي حد محتاج ارانب انا تحت امر الجميع، وان شاء الله الارانب دي لما تولد. تعالى يا مدمن دي الارنبه يا جماعه اللي والده امبارح، دي الارنبه اللي والده ايه؟ اللي والده امبارح ما شاء الله. تعالى نشوف خلفيتها برده مع بعض. بسم الله ما شاء الله. ايه يا جماعه؟ ده ارنب مولود امبارح يوم 13، الفيديو اللي انا مصوره لكم منزله امبارح تمام اهو ما شاء الله، حاجه كويسه جدا يا شباب. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك ماشي. ونفى شعر كويس جدا وايه ومال الدنيا ماشي يا شباب. وان شاء الله برضه هتولد يوم 18 ان شاء الله، لما تولد برضه هنصورها، اللي هتولد يوم 14 مع ميعادها النهارده، فربنا يسهل كده، ممكن تولد ايه بكره ولا حاجه او النهارده بالليل. ودي برضه يا جماعه معانا يوم 18 برضه مجهزه هي، حاطين لها برضه القش هي تتب ماشي. وان شاء الله برضه لما تولد هن ايه هنصورها لكم باذن الله، ونفرح مع بعض. احنا كل ده يا جماعه ان احنا نشجعكم ونفرح مع بعض، بحيث ان احنا نتشجع ونعمل مشروع ارانب وتشتغل. ده حاجه يا جماعه هوايه الارنب يا جماعه، هوايه. خليك دايما حب الارنب عشان الارنب يحبك، حب الارنب عشان الارنب بيحبك. طبعا دي كانت حلقه النهارده، انتظرونا ان شاء الله. ارنبه ولدت، ارنبه ولدت، ارنبه ولدت. الفتره اللي جايه تبقى فتره ولادات، فتره تشجيع للمربيين المبتدئين، عشان ان شاء الله ربنا يكرمك. اشكركم لحسن المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو انت لسه بقى ما اشتركتش عندنا بالقناه، انزل تحت حالا، تحت كده هتلاقي في حاجه اسمها اشتراك، اضغط على كلمه اشتراك يظهر لك جرس، اضغط على كلمه الكل، جرس الكل، عشان يوصلك كل جديد. اشكركم لحسن المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.